احنا هلا بالفراغ. فراغ عم بي عم يعمل لودينج عم بيلحق ارواح هو ما كثير غريب الشيء بس كثير تريب يعني. اوكي مرحبا فيك باكروبوليس. قول ما باخذك محلات شهر تبع سيريني. ايه شو رايك؟ ديزاين حلو. إيه في ولد هون ديزاين حلو. هلا اكروبوليس يعني الشقفه العاليه بالمدن اللي بهالفتره. هالفتره هي نسميها هيلينستيك. اوكي الكسندر ذا جريت اجى احتل المنطقه حاضره قبل ب 300 سنه منها. وقت مات الجنرالات تبعه قسموا الامبراطوريه. في واحد كتير قوي من الجنرالات اسمه بطوليمي راح واخذ مصر شقفه من لبنان وفلسطين وسوريا والاردن وشقفه من شرق ليبيا مطرح ما مفروض هيدا يكون. اوكي هلا عبد الدول ولا لا؟ هلا هو مات بس كان له 300 سنه ميت بس كنت قتلته والله. ايه وصاروا يعمروا هيك بالهندسه اللي جايه من اليونان بس هون هيك مقبرينها اكبر من ما كانت بكثير. كانت ازهل يعني بالحقيقه ازبل حقيقة مش ازبل لا سكيل اصغر بكثير. اوكي اوكي هذا مسرح. بس مثلا في سجاد بالمسرح شيء مش كتير مزبوط مزبوط وفي شيء بالمسرح لفوق اذا بتطلعوا لا يعني فلافيوس عطينه اسم روماني هو بفتره مش رومانيه سبق زمنه زمنه يمكن فوق في كراسي هول بسموهم شاز كيرول هو كراسي للناس الاغنياء للنخب حطينا فوق على اساس انه فوق هي للفي اي بي. الفي اي بي سكشن بهالفتره هي تحت هي في اي بي مربوط بايديه فيك تقشع وتسمع اللي عم بيلعبوا على المسرح يعني ما في اي اكوستيك اوكي مودرن اكوستيكس طبيعي يعني ما في حطينا يعني. فوق لا فوق للمعطرين قد ايه كان التيكت تقريبا هلا في اوقات وبين تحت في اوقات ما كنت تدفع تيكت كان الغني بالمدينه هو يدفع التيكت هيك ليفرجي انه يعني جزء كتير كبير من هالمسارح كان يصير فيهم قصص نوعا ما للانتخاب الاغنياء بالمدينه هن بيمولوا شيء اوكي اوكي ثقافه لي انا هيدا مثل البيال هذا هذا هيدا شو عم تعمل هنيك شو ليريك ليه عم بيصلوا للتمثال بالمسرح وليه عم بيصلوا للظهر تبع التمثال بيصلوا بالمعبد مش بالمسرح مسرح منه مكان مقدس وقف ما تعلن الحاد اكرو بس هول يعني لازم يكونوا عم بيصلوا ما بعرف ليه عم صوب عليهم ذاتس فيري ايه فلا مش مفروض يكونوا عم بيصلوا هون وما بيصلي لظهر ظهر التمثال هيدا بس هون بتسجل يعني شو عندك هون الاوبن مايك انه ايه بدي اجرب مفروض يكون شيء هلا ظابطه معه انه عم يكتبوا على بابايروس اوكي اللي هو هذا الورق اللي بيجيبوه من فيها الحرق الحرقه صار فيها تروق صار فيها تروق بس الحرقه الكبيره هي التياب اللي لبسها الجندي او لك كان في وقت انه مثل كل ايفنت كبير يجي فاشن بوليس انه از هي بولينج ات هلا هلا في شغله مهمه بالفاشن بوقتها شو بتلبس بدل انت مين بالمجتمع وين محلك هلا كل ما يكون في زياده قماش كل ما تكون غني اكيد كل ما يكون في قماش اقل كل ما انت معطر اوكي فهيدا شو وضعه يعني اقول لك هلا هيدا هو المفروض يكون جندي من تبع البتوليمي او الفتره تبع هيدي الهيلينستيك بس ما في شيء من اللي لبسه هيلينستيك اوكي ماشي ماشي لا الدرع لا السيف لا التياب التياب هون هي لوك ميديفل يعني في 1200 سنه بينهم وبينهم بس معه سيف برو ايه بس كثير كبير لهالفتره بس انه خلص يوبيسوفت عم يجربوا هيك سكول فور يونج تينيجرز سكول فور يونج تينيجرز يشوفوا على فكره ما في اثوريتي انه على ذيس ثينجز انه يو كانت يو كانت ديبكت شيء غلط كثير او ما في عندك حريه تامه بهذا العالم ما ما اي نو اتس فيكشن بس انه بيجي هيستوري بوليس بيقول لك لا ممنوع would you and you would hate that لا اكيد الحريه تامه هي اوكي لا بس في بس بس that leads to كمان على تاريخ طبعا دائما الحريه هي الاساس اوكي بس بتضلك انه بتشوف مناظر عم تكفر من جوا في شيء غلط اوكي هات لنروح ما متحب تروح لهيك مناطق اذا هذا المبنى هون هذا المفروض يكون الترمل باث بس هيدا الهندسه تبعه رومان وهون بعد ما اجوا الرومان يعني يعني هلا الرومان بدهم يجوا يحتلوا ويقضوا على هيدا الكينجدم تبع هلا اليوم يعني لحضر حالك لا حضر حالك في هجوم رومان اجرب نط هون حلو. بسم الله كسر الارمين ما صار له شيء بس رواق يعني بصير احسن معي
مثل القرد ما شاء الله. ايه بس الشيء الغريب ليه في نار بالمدينة يمكن ما ب... سوري بس بعد اذنك بس بدي اقتل حدا. تفضل. بس بشو قتلت؟ ما بعرف كيف بتشيل هيدا. اوكي هلا هيدا تيبو شوي افضل مبين بس هي لحقت له. بنقعد نعمل رانكينج على جسته. ليك لو صبت اوف. اوكي فينا نقرب بس نشوف. تياب زبطين اكثر هيدا. الله يرحمه. لا سالوتينج اخذت له مصرياته بس يعني. بدك تخذ ما بدك تاخذ له مصرياته بدك تاخذ له السلاح تبعه هيك كان يصير لان اغلب يعني عن جد شو ما اغلبيتهم ما معهم كاش ماني. ايه فاذا انت قتلت جندي عاده تاخذ له الشيلد تبعه السيف تبعه السهوم تبعه اذا معه اكل وقليل يكون معه فعليا المعاش تبعه. ما حدا عن جد ما حدا ما حدا بيظهر بمصرياته انه ما بتعرف ليه اسمه سالري. جاي من كلمه لاتينيه يعني ملح. يدفع لهم عاده بالبيره بالاكل بالملح باللحم قليل ليقبضوا فعليا كاش. كثير عم تسال حدا قد ايه معك ساندويتشين لحمه مثلا هالقد حياتي برو. اوكي هذا اذا بقيت له هيك بلا ما ينتبه هدرته انبسط. انا ما بنبسط من القتل بس بدي اشوف شو لابس. طب ما الطريقه الوحيده ما حنقرب عليه عرفت مشكله هاي. يلا تفضل الله يرحمه. اوكي هيدا شو هو مفروض يكونوا حراس الاسوار تبع المدينه اللي انت هلا عم تقضي عليهم. اوكي ما حدا لاحظ انك عم تقضي. لا رواق انه بالنهار بيجي واحد هيك بتصير يعني بيقتل. مثلا ليك الباب تبع المدينه از تو بيج لهيدي الفتره معمول كتريومف الارتش من الفتره الرومانيه. ما في منها بالفتره الهلنستيه هيدي. اوكي دازنت اكزيست. طب كبروها شوي يعني. ليك بعتقد ما بدي اروح اقتل الكل هلا عم فكر امره. هلا انت ما فيك تروح تمشى بالمدينه بعد ما ذبحت شخصين صعبه. هاو عاملين جنينات هيك. قتل شخصين هو عم يمشي. بس لحظه هاي ما فيك تحط لي اياها. عن جد ما فيك تقول زي زي. اوكي شيلني من القصص. اوكي كوارث لان نقعد نخلص. طبعا سياسية كثير منيحة كات. اوكي سو حننزل هون. قلت لي انت لازم روح لهيدا هيدا المبنى الفوقاني. اذا فيك تطلع عليه من دون ما تروح ضحايا. لا فين بس انه فين نطلع عليه وروح ضحايا. ليه انت بدك بس بدي توصل عليه نشوف اذا هو عن جد الفيرم الباث تبعه. لا ليه هيك محردب ما حدا بيمشي هيك. اوكي روماني بلا كان يمشي هيك محردبين بعد ما صاروا رومان. ايه صح بعدهم ان اندبندنت كينغدم. خي بدي اقول لك حاسسها عمي بارتي ها عم بيرقصوا. اوكي يلا اوكي بس ليك مثلا هو لابسين ليك وين الغلطه ملبسينهم تياب تبع الفارمرز والرومان. نحن منا تحت الحكمه الرومانيه هون بتوليمي اللي هن اليتس اصلهم يوناني. اوكي بافريقيا فما في شيء من هيدا عن جد موجود بوقتها. هم باينين مزارعين مفروض يكونوا شي محل بإيطاليا طيب بلكي عن فاكيشن وشو واحد ما بيروح بفاكيشن يعني. اوكي هون باب مسكر خاي لازم يكون مسكر مش بالضرورة اذا معبد بيضل مفتوح الباب. اوكي هذا السوق تبع على المدينه. إيه بس ما في نار هيك انه بالنهار النهار ما بتحط نار. الخشب كتير غالي لتحرق نار بالنهار بس انه وقت ما بتشوف الاوتوستراد يعني الريسورسز مانجمنت كان كتير تايت لهم. اوكي اوكي مش مثل هلا مثلا احنا بنضوي بالنهار لانه اسباب تانية نحن دوله غنيه كتير جدا. لكن بدي العب مع لحظه في سجاد هون ببيع سجاد يعني. قصة السجاد كمان والباترنز تبعهم. ايه في سجاد بهيدي الفتره بس انه مش غريب هيدا الشيء يكون موجود. أوكي. وهيك كبينه بنص الطريق وعم ببيعوه. اقول لك شي حدا بيسمعوه حكي بعد ما تطلع اللعبه ما بعرف اذا بيسمعوه حكي بيتصلوا فينا انا مثلا انه ليك خريتك في اثنين عم يفرموا اللعبه في اثنين عم يفرموا اللعبه بلبنان بس كان بدنا نلعب اول وحده قلت لك بالقدس بس كان فيها كثير اكل هوا يعني خاصه مش بس هي مش بس الديزاين كمان بالتياب وبالجيم بلاي لانه كان مثلا تذبح حدا تروح تتخبى بين اربع اشخاص عم يمشوا عرفت كان كثير هينه تختال حدا وقتها بعتقد كان يسموه الحشاشين يعني هلا الحشاشين كانوا موجودين الاساسنز اللي عن جد كانوا يحششوا
قبل ما يبعتوهم ليغتالوا رجال سياسي كرمال ضميريا مش يعني؟ بس ضميريا هيدول كانوا بينتبهوا لهيك فرقه متطرفه جدا اوكي كان هيك نوعا ما مثل سيكريت سوسايتي عندهم شيخ الجبل المسؤول عنهم قاعدين بقلاع وحده منها واحدة منها هلأ بسوريا واحدة ثانية بإيران واعتمدوا هيك مثل أجندة أنه يصفوا الأوبوننس تبعهم بالاغتيالات. شو كان أحلى مش أحلى طريقة اغتيال بعتقد شو كان من أشهر كانوا يعني؟ يسمموا أو يفوت يقتلوا بالسيف بالسهم أوكي. مثلا هون شفت هيدي طريقة الهندسة بتحط حجار وبريكس هيدي رومان مش موجودة بهيدي الفترة أوكي. هيزعلوا منك شو ما حدا هيزعل منك المفروض يكون هذا البعث يعني اذا بتحب هلا هيدا كله رومان اركيتكتشر موجود حاطينه قبل الرومان بيريد شكله ما فينا نفوت ناخذ لنا حمام اذا عنده باب بالمنطقه بس يمكن ما فاتحينه باللعبه ليه هالقد بده يخسر حياته لما ينط هيك نطه دممته للزلمه بعرف بس هلا بدك تلاقي لك طريقه ننزل بطريقه اوكي اجرب هيك بصير صعب أو لك نط من لا صعبة هذي ما بعرف إذا بتروح فيها شهيد يعني بس برو هلا بس كتير زابطة معنا ديتيلز تبع الأرميد والفولتس حلوين أوكي إنه بدهم يزيحون شي 200 سنة لقدام بنزيحهم ما مشكلة لك كتير نضاف الشوارع ما جامدين يا لا فيك تشم الريحة إذا بدك تتصور هذه الصورة اللي عنا إياها هيدا من ورا هوليوود انه كل شيء جريكو رومان بيبرق بيلمع غلط عم نحكي على ميديترانيان يعني في ضجه الشارع هو بنفس الوقت بابليك سبيس في يعني في عالم اكثر عاده وشو طريق شو في عالم اكثر وشو وسيله النقل بغال وحمير وحصن يعني ريحه الشارع خرى طلع النفس خرى خرى يعني على الاخر ايه فهيدي الصوره انه كله عم بيلمع اوكي مظبطه طيب يا خيال صعب تطبس بالخرم هيدا البيت هيدا البيت وين وين هيدا خليط عجيب هيدا مفروض يكون رومان هيدا اسمه جومبا ترجع شوي لورا تبين البالكني هالبالكني عثمانية اسمه جومبا ما خاصة بال على فكرة في أساسن كريد غير بتركيا كمان أول موجودين ما خاصة أبدا بهالبيريد طب حلوة بس شكلها هي حلوة كتير بس شو جايبها 2000 سنة قبل العثمانية قدامك انت ببارتي اذا حدا من رفقاتك لابس هيك شيء بتقول له ليك برو كثير لذيذ بس ما في امنع حالي بتصير معك بتصير معك ان سوشيال اوكيجنز دايما كثير اوكورد ببيت حدا بكون حدا جايب شيء من هالفتره بتدمره انت هيدي جايبه من سوق الاحد ما انه عن جد امير ليك كويت عطيك شفت هذا الفيز الكبير هيدولي كانوا كيف هلا مثلا بتروح تعرفهم بلبنان بيقولوا لك اصحاب البيوت انه لا هالكبايات بس للعرس وهالكبايات هيدول اتك فيسز كانوا كتير غاليين يا بيبقوا ريد فيجرز على بلاك باك جراوند يا بالقلب ما بتحطهم برا اوكي يعني هيدا مش اذا مش مفروض يكون برا اذا اجى حدا يحتل المدينه بنقدم له نيه هيدا شيء بتحطه بالصالون اذا حدا بيقرب عليه بيروح ضحايا هيدا شو هيدا مفروض يكون التمبل هلا نروح نسال زابطة شوي معهم بس مع هيك ديتيل صغير بالفترة هيدا الهيلينستيك تمبل ما بيعلوه كتير ما بيحطوه على بوديوم يعني بيبقى في ثلاث درجات بسموها ستيلوبات بتحط المعبد عليها هيدا خالطين رومن بتعلي التمبل ليبين بعدين ما بتعمل بساط هيك بتعمل الاوفرينجز للجود الاوفرينجز ما بيبقوا هون وين اذا بتروح شوي لبرا بس هلو فود هلا at this point it was food ما هيك فروتس هو بتعمل الاوفرينج بحسب قد معك مصاري اوكي اذا ما معك كتير مصاري لان هي شو العلاقه مع هالآلهة بعطيك لتعطيني ايه فشو بتعطي بدك تعطي شيء مزروع زهور خضره فواكه معك شوي مصاري بجيب حمام تذبحها اوكي اكثر اكثر معزيه اكثر خروف اكثر بجيب تور اوكي وهذا التور بس تذبحه ما في اشخاص يعني لا هيدي خلصت بتحط okay. التور بتعطي للاله العظام والفوارغ وانت بتاخذ اللحم تاكل اللحم بس لحم مقدس اوكي بس لانه انت قدمته بتعتبره مقدس بتعتبره بس كمان لانه ما كانوا ياكلوا لحم
فالغلطة هون انه مطرح ما حاطين هيك بركة صغيرة ما لازم يكون في بركة، لازم يكون في المذبح. هون بي هون هون الحمام وال كله كله كفي شوي لجوا. اذا فيك تفوت على المعبد هات لنشوف، بس يمكن لازم غلطه ما فيك تفوت على المعبد ممنوع، بس فوت لجوا لنشوف. هلا بقول لك ليه اذا حدا بيهجم علي رواء. عادي عم بيتمشوا بالمعبد وفتيل المعبد مقسوم دايما لرجال ونساء. لا 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 ما خص الكل بيفوت، ما خص مثل هلا الاماكن الدينيه كنايس او مساجد اللي فيهم الفصل. المعبد في ساحه كبيره بسموها تيمينوس الحرم، بقلبه في مذبح. انت اكتر محل كانسان عادي، واكيد ما في بلانتات بقلبه وكراسي بقلب المعبد، هو بتوقف على الباب تبعه. جوا في الكهنة واستعتيو تبع الجاد. انت ممنوع تفوت لجوا، هذا بيته للإله، اوف ليميتس لإلك. حلو. ايه واذا بتفوت لجوا كارثة. بعدين لتفوت لجوا اذا انت كان بدك تشرح من اجريك في شيء بيشبه بالديانة الاسلامية بدك تتوضا، فهيدي مش صايبينها ولا شوي. بركة حاطين البركة للوضوء هديك بدل المسجد. لا 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 مش صايبين ولا شيء. هيدي معقول. لا فورة على الشباب الطيبة. انه المعبد منه محل لتروح تتسلى. بعرف بس كثير عاملينه نوت. وتقعد وعادي. عزيز. شو عاملين؟ زرعوا على المعبد. وهالآلهة اللي كانوا يعبدون يعني منهم آلهة لطيفين. يعني شيء إله الحرب، إله الرعد، إله اللي بيعطيك الحياة أو بيشيلها، يعني مش إنه هيك. مش إنه لذيذ. نايس. Not the best people to have. Exactly. فا. على فكرة أنا بعد ما لاحظ حدا عم يدفش ما لاحظ إنه معك ستين سلاح. كلها سلاح. ما كان في حدا هالقد يتمشى بالسلاح. هلا هو هيدا اللي بيضايقني بهاللعبة. فيك تتمشى بالسلاح إذا أنت عسكري تبع الدولة، بس إنه أوكي. يكون عندك بيكون عندك سلاح صغير يعني خنجر، بس إنه معك سيف ودرع وأنت مثلا تاجر قمح لا. ما حيمشي الحال. لحظة بعتقد فينا نروح لشي محل هيك لنعملنا شي اوبجكتيف. في بيت تقدر تفوت عليه؟ لهلا كفري ضاق بدك بيت. الفيجوالز حلوين كتير بس مش صايبين الفترة التاريخية. بدنا نصيق بدنا وعاملين انه هيك البينت انه عتيق راح. It wasn't هيك؟ لا لا في اكيد اذا المبنى عتيق. عم جرب روح لهونيك محل شوف. لحظة شو هيدا؟ فينا نفوت على هيك شي؟ هذا تيرمال سبرينغ. هلا في شغله ظابطه معهم بهالمدن السبرينغز دائما عندهم محل مهم ليوزعوا المي لانه ما في مي بالمدن فكانوا يجملون. اوكي منيح شكله كانه ما فينا نروح لهون. اذا فيك تفوت على شي بيت بدك انت تقتحم بيت حدا. اوكي الباب مرحبا عبالك تعال شوف ما فيك تدق عبيت حدا بدك تقطع. هلا شفت هول بيس كمان اللي حاطينهم برا سجاد ما بتحط برا. اوكي اذا انت قادر تشتري سجاد بوقتها شيء عظيم. شيء ظابط معهم هي الفسيفساء مزيك. اوكي كل بس احجار كثير كبار. كل ما تكون ها مكتبه. اوكي هون صايبين شقفه منها. واخيرا الحمد لله عجبوا شيء يا الله. في شغله كثير مهمه كيف بتحط ما كان في كتب بوقتها. هن سكرولز اللي هي بيفتحوها هيك كانوا كتير كتير غاليين لثلاث أسباب. بدك تعمل الوراق بشغل تاني، يا الورق اللي أكتر شيء موجود هو بابايروس اللي هو شتلة تزرعها بمصر، يا شيء بارشمنت اللي هو جلد المعزة. يعني بدك تروح شيء مدري كم معزية لتعمل روح لتعلك تكتب كتاب. بعدين ما في برينت شو بدك تعمل. اكزاكت. بدك تمسخ الكتاب. هيدا عزوك هتاخد لا لأنه ما في مش ما بتقعد على الأرض بهيدي الفترة. لحظة 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 هي عم يقرأ قبل ما ينام. في خط عربي على الطاولة وين شو أكاد كان عايز زوم إن في شيء إنسبايرد بالخط العربي بعد ما في خط عربي بهالفترة. طب إيه مركز زلم عنده سيكرت ما خبرك. في شيء اسمه تريكلينوم. بتشوفهم بهالفترة الجريك ورومان قاعدين هيك على جنب عشي بيشبه تخت وعالي. هذا ما هو تخت كرسي. اوكي ايه فهيدي بيقعد عليها الاغنية فما في قاعدة هيدي على الارض الا هيك لبس للفقراء. بس هيدا محطوط بالبيت رواق هيك هون يكون بالبيت الفاز. طلع بعد رواق منيح البلكون حلو المنظر الفيو بس انه ما بحط سجادة. ما حدا بحط سجادة ما حدا بحط سجادة مرة سجادة كتير غالي بوقتها.
هيك لاحظت انه قتلت جنديان سوبر رواق. ايه مش هيك بعتقد وما حدا حكاني بالموضوع. النباتات صح انه انسبايرد باي ذا ميديترينيان. ايه ليش لا؟ اوكي هلا هالمنطقة بليبيا هي منطقة فيها خضار. اوكي اوكي هلا ستونز شوي زابطين معهم هودي الستونز اللي عندهم هيك تحت موجودين بالفترة الرومانية بس هون ذي لوك ميديفل مش كتير زابطة يعني عم بيخلطوا فترات تاريخية بس because of what looks good. ايه ما بتحط ارميد على راس البرج هذا البرج منو لزيني هذا الدفاع ده الدفاع اوكي الله بعتقد لوين رايح انا هلا مبنى الحاكم او المعبد الاساسي ليك ما غلطة الا الا هلا بس لازم نشوف اذا بدي اقتل هيدا مفروض يكون بعد اذنك تفضل كثير سريع هذا ضابط الدرع تبعه منيح خلص هلا بيقتلني لو لا 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 كثير صعب هيدا الزلمه ما بعرف باللعبه هون اذا صرت بمحل مسيطرين عليه الرومان اوكي هلا بهيدي الفتره الزمنيه الرومان كانوا عم بيتوسعوا بدهم يحتلوا مصر وهالشقفه من ليبيا محكومه من قبل هول بطوليميز تبع مصر سامع كليوباترا هي اخر وحده فيهم اوكي هلا ليه عم بقول لك هيك هودي الجنود من الدروع تبعهم انت مبسوط قاعد عم بتنظر على انك حدا ما له هجم على حدا اي حدا بفايز لا روحك بس ظابط ظابط ظابطه معه كيف قتلني ظابط شو حاطط على راسه الهلمت الدرع بس هيدي الفراعه مش كثير ظابطه ما يعني ما بحق له يقتلني بطريقه هلا هيك ما بعرف اذا انا زباله لعبه اوكي طب قل لي منيح انه عم بلعب يعني كيميكال وورفير بويزن ا كوربس بوت ات اون ا هورس lean back and let it do the work. بس هني شو كانوا يعملوا كانوا مثلا تقتل معزية صغيرة وبتكبها لتجيبها بالبير تبع الماي to poison the water. Poison the well ما المدينة عندها أسوار إذا بتجي بتحصرها بسكروا الباب بس كانت كتير هينة تسمم هيك عالم مش انه كتير هينة بتاخد وقت بس تما تصرف كتير جنود تتاخد المدينة بتفضل تجوعهم وتسممهم اخر شيء بيستسلموا times back then used to be way worse كثير ناس بيقولوا انه ايام زمان هي الفكره ايام زمان كثير فكره بركه وسلام هيدي الناس كان عندها اخلاق طبعا طبعا نونسنس نونسنس يعني ما في مبدا انه انت في حدا قانوني بيحميك اي اخلاق شو علاقه الاخلاق بالضبط كثير انه كثير شو مسمينه اختوس شيء هيك ما بعرف شو طلع لحظه لأن التسمية أول شيء مظابطة كانت فلافيوس هول شو عم يعمل وأكروبوليس تنكتب بالسي مش بالكي كتبين غلط برو عادي بالقليل يعني حطوا الأفرد إياكوس أوكي there is nothing to be gained from زوس أوكي زوس هو الجاد الأساسي تبع اليونان فبيستعملوه بكل جملة يعني إنه بيحلفوا فيه كيف هلا بتحلف وحياة زوس إيه وحياة زوس هلا هول شو عم بس عم شكلهم شبيحة يعني عم بعيطوا على هيدا الزلمة عم بيطالبوا ما حدا حس انه انت اوكي ايه عادي مرق واحد وهيك الشباب بس انه عن جد كانت وقتها انه ذا وور وكومبات كان انه خلص بتنقتل يعني ذا فاليو اوف هيومن لايف كان ماشي صفر صفر يعني عادة شو بتعمل انت اذا اخذت المدينة اول شيء بتعمله هي بتقتل الجنود لما يعود في ريزيستنس ثانيا الاولاد الصغار بس انه بيقتلوا الجنود كلهم مش كلهم كلهم مش بتخلي بتبيع سليفز اللي عمرهم بين العشرة والخمسة وعشرين سنة او ثلاثين سنة والباقي الاختيارية بتروحهم كمان لانه ما في تعمل شيء فيهم ما في ضمان ما في ضمان بوقتها وبتاخد بس ليك قد ايه كان في هالقد ستراكشرز كبار كل الوقت في بس مش مثل ما مفرجيهم هون مش بهالكبر حسب قد ايه مع مصاري المدينه اوكي بس ما معقول ايه فقد ايه بتعطيها على 10 اللعبه اكيرسي صفر قد ايه بدك تقول صفر 3 اوكي 3 منيح بالنسبة لحالها إيه بس حدا بأمريكا عاملها أو شيء تحت شو حاطين حاطين ال شو هيدك شو هيدك الشيء المفروض يكون اللايت هاوس أوكي هلا في إنه هيدول ميديترينيان سيتيز يو نيد لايت هاوس لا أوكي أنت وجاي السفينة بالليل ما تفوت بالصخور أو
ضيع. هيدي مثل هلا بحطوها على البنايه. هون شوي ظابط هيك الفيل تبع الشارع. اوكي. في تراب. إيه بس انه مش في زهور انه واحد عامل ما في هالقد خضار. جنينه بقلب سبيس از فيري فاليوبل. بعدين باب المدينه قلت لك انه هيدا بالضبط. بعدين مش هالقد كبير وما في باب. اذا هجم حد عليك شو بتعمل؟ قلت لهم بقفوا. السلام عليكم وهيك. اف كان في هالقد خضار وهيك. هلا المنطقه هي عن جد كثير خضره هيدي بشرق ليبيا. اوكي. جميله كثير. منيحة هون يعني. فيك شو وضع الأمراض؟ كتير في ما فيك تتصور يعني شو ممكن يقتلك بسهولة بهالفترة. يعني بلش بإذا التهب ضرسك باي؟ باي 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 ما في تشيله بالباب أو ما في باب أصلا في إذا مثلا عملت جرحت وهيك صار في رورو فينا بدك نطلع اساسنا الدغري ما في مرحب طبعا منيح. طب بس لا بدك عبالك تروح شوف لتحت روح زالي لوين وين ما بدك بدك تخسر اللعبه لا ما نخسر ما خسرت مرتين انا شو فت بالشجره انا بقول لك اوكي بين الشجرتين روح كمل هيك على البحر أوكي. شوي هات نشوف روح كزدر شوي بضلك على الكتب عمنا نفركشون للجماعه هيك والله ساحب انت بدي اشوف شو في ليك هون زابطين انه التياب بلشوا يخفوا اوكي كثير ما وصل تبعد عن المدينه اخر صف على الشط بالزلط كلهم لا هلا سليفز عاده شو عملنا نحن وطي الكام شوي اوكي ما انك جيمر ابدا ما بحياتي بس isn't it interesting to go through it is interesting بدي اشوف السفينه بس لما انت معصب يعني نيو لوكيشن ابولونيا اوكي ابولونيا هي مدينه موجوده كانت شارل ابروف اوكي سفينه نزل بالتراينجل بوست تراينجل اللي تنزل عنه بنط لحصان انت رايح دغري بدك تفوت فيها يعني وصلت بدي اشوفها للسفينه اوكي ليك ظابطين بس هالطرف تبعها كتير كبير مش لهالدرجه بيكونوا كبار ايه كانوا يرسموا عيون اوكي مبدا العين بتحرس هيدي كتير قديمه اوكي من وقتها بس عاده بس بعده برافو على بيستعملوها يعني بحطوا اوراس حصان اوراس شو اسمه ميثيكال بيست اوكي ليحميهم هيدي الكاميرا هيك 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 طب بدي طلعوا بدك تنزل عن هيدا اول شيء نزل عن بعتقد كيف تنزل بدي شوف هلا هالمنطقه اوكي شو صار لين نقزت قلت له ايه هو انا شلته اوكي بس لك لك شي مره انتقدت شي كثير سو ان السوشيال هيك سيتنج وحدا تضايق منك من الجيمرز اصلا لا 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 انا ما لا ما بتضايقوا لانه ما عم بعملها قصد لغيظ بعرف بس في شي حدا اكيد يمكن ما بعرف اذا شي حدا مره كنت بسهره وهيك وحدا مبسوط بشغله بنص الطاوله هيدي شفت طرفها ايه اذا بترجع هيدي اهم شيء بالسفينه هيدي بيعملوها حديد لا اذا عم تعمل انت حرب بين السفن شو بتعمل فوت بالسفينه تخزقها بتعلقها للسفينه وبتكفي فيها هلا كثير انتنس كان شيء عنيف بشكل رهيب شوف اذا فين اطلع عليها هلا مكتبي على البور مش منطق بلكي للمابس حتى انه مابس انه مين ما بده بيجي بياخذ مابس بدك تروح رحله عرفتهم هلا بتروح على الجبال ب 20,000 تطلع هيدي السفينه شكلها ايجيبشن اوكي هلا هيدي بس بتمشي على النيل ها بيعملوها من القصب تبع النيل بالصعيد بعد في منها بمصر هلا ما فيها تمشي على البحر فانا هلا عم بعمله كذب انت اللي عم تعمله هلا انجاز منكر واو بعدين شو محمل بالسله ليش سريعه لا ما هيك هادي كانوا اكتشفوا الكون اسرع بكثير اذا بهالسرعه يعني في اوس مرتاح طب منيح شهر بتعطيها 3/10 يعني بتسلي حلوة بس اكيد you would never say to anyone يستعملها كرفرنس ابدا لا كل اول جيمز او الفيلمز او السيريز اللي بينعملوا عن هيستوري يوجولي ار فيكشن اوكي كول فاللي بده يعرف يعني ما تحضر هالقصص او قول لحدا هستوريا او يقرا عن البيريد او يقرا عن البيريد مش ويكيبيديا يعني مش ويكيبيديا كمان احسن ما كمان تصير معك حدا اوكي طيب
هذا بس اذا معه بنادوره كارثه. اذا معه بنادوره كارثه. اذا ما في بنادوره، بنادوره من الامريكاز. امتين اكتشفوها. اوكي. ما في يعني 15 سنتشري لاجت لهون 18 سنتشري. فكروها سم، بقيت كثير غاليه، بعدين ليت 19 سنتشري فاتت بالاكل. شو صار لحظه قديه بوقت؟ 400 سنه. بلا بدي 400 سنة تعرف انه البلدونة فكروها سم اول شيء. واو ليه بس شو صار لها؟ مثل كل شيء جديد هيك. fear of change. fear of change. ليه بدنا نفوت شيء جديد؟ فايه فبهالفترة الهيلينستيك والرومان ما في بلدونة. كان يعني الفتوش خيار بس. هذه كارثة. ايه بس انه واي علينا هلا هجموا علينا. ليك بدك حقتل شوية عالم. قتل. اذا بدك. عمالك تقتل حدا بهالوقت؟ ما بيهمني. ما بدي اقتل. بس they're so interesting man. بدي شوف شو ملبسينهم للحرس. يلا هلا بقتل لك حرس بتشوف. يلا هذا بقتله اذا مش كون accurate. هلا اجرار ار accurate لانه ما في كونتينر فكيف بتنقل البضاعة؟ اوكي. يعني بعضه رضاك 3/10 ماكسيم. طلع على الاربع خمسة. ليه بس شو صار لطلع اربع خمسة؟ لانه السفن شوي زبطين فشو لك خلقك ايه؟ والبور اوثنتيك اكتر من المدينة. من المدينة. طيب منيح 4/10 تكرموا يوبي سوفت يلا بالزيادة.